السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الفيديو قصير، غادي ندير درتو على القرعة السلوية بعض النصائح. يعني القرعة السلوية فيها واحد المنافع كثيرة، كتسمى القرعة السلوية ولا باللغة العربية اليقطين، فيها واحد المنافع كبيرة ما شاء الله. منها السكر ديال الدم، دواء السكر ديال الدم، منها الكوليسترول، منها مطاردة حشرات. مثلا الواحد إلى قرصاتو شي ناموسة ولا نحلة وهاد لي موستيك، ولا بغا يبروتيجي راسو قبل ما يقرصوه وبغا يدخل شي بلاصة اللي فيها هاد الحشرات هادي ضارة، كيطليها كيشد واحد المورسو يطلي على البلايص على يديه على وجهه. وكتصلح كذلك للتجميل وتقدم السن، كما قلنا لمطاردة الحشرات. مهم فيها منافع كثيرة، يعني بالماكلة ديالها والمذاق، ولا في الطعام ولا في الماكلة ما شاء الله. والمنافع الصحية هو ينصح كذلك باش نسكل الطازجة، يعني خضرة عصير اللي يقدر يشربها هكا مزيانة بزاف وسهلة، يعني باش الواحد يغرسها ماشي شي حاجة. كيتباعو لي ساشي ديالها، لي بواط ديالها، ديال هاد الزريعة هادي. هنا في الخارج كدير شهر 5، في البلاد ربما قبل شهر 3، كيما قلت واحد الفيديو واحد المرة، عندنا ديما ديكالاج نتاع شهرين لي دوموا هادي على حساب الحرارة وعلى حساب الجو. كاين دارو واحد مثلا واحد العائلة 4 5 ديال القرعات كافيين، وكنديروا لي سباس بين قرعة وقرعة، نخليو واحد الميط ونص ونديروا لهم على ما يطلعوا. هي القرعة السلوية، وكما كانت القرعة تقريبا كتبغي على ما كتطلع، وبالخصوص السلوية، لهذا انا درت لها هذا السيستم. هذه عندي ما درتلهاش انا الكرياج، داك الكرياج اللي في الجالين ماشي ديالي، داكشي علاش ما درتهاش الكرياج ديال الناس. فوالا، فيها منافع كثيرة، ننصحكم اللي عنده جردة يدير هذا النوع ديال القرعة، مهمة بزاف للصحة وللكرش، وكتولد ما شاء الله حلاوة وبنة مذاق، خصوص مع الطعام ما شاء الله. انا درت هنايا 4، 1 2 3 4، وعندي واحد الجرعات اخرين هادو بحدهم، هادي واحد النوع اخر، هذا نوع اخر ديال القرعه، ها هي كتولد اخرى حداها السلويه صغيره صغيره، ها هي هنا. وعلى لحد الساعه الحمد لله كل شيء على احسن ما يرام. شكرا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.